السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله مالح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم كريم بروليه بالشوكولا، رائع في المذاق وسهل في التحضير. تابعوا معايا مراحل التحضير. ارجو الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر ثم على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. في المقادير غادي نحتاج 250 مليلتر ديال الكريمه السائله، انا استعملت هولالا، زائد 200 مليلتر ديال الحليب، 4 ديال الاصفر البيض، 60 غرام ديال السكر ابيض حبيبات سنيده، 100 غرام ديال الشوكولاته، هذا الشوكولا غيش. اول حاجه غادي ندير الكريمه والحليب فوق البوطه يغليو، ثم غادي ناخذ ابيض اصفر البيض. في الحلقه اللي كانت قبل كنت استعملت ابيض البيض بزاف وبقى لي الاصفر، غادي ندير به هذه الوصفه. فدائما ما تيبقى لنا الاصفر ولا البيض البيض نحاولوا نقلبوا على وصفات باش ما نضيعوهمش. غادي نضيف دابا السكر ونطربهم مزيان، وفي نفس الوقت ندير الفران يسخن على 100 درجه. غنبقى نقرب الصفر السكر حتى كيرجع اللون ديالو هكذا الصفر مفتوح. بعد ما تيغلي الحليب والكريم كندير ليه الشكلاط، تنحركو حتى كيدوب تماما هاد الخليط، ثم غادي نضيف هاد الحليب والشكلاط على البيض. غادي ناخذ لاطه تدخل الفران وندير فيها زليفات حتى هما تيدخلوا الفران ونسكب فيهم الخليط بحال هكا، ثم تناخذ الماء اللي سخنته من قبل كنديرو بحال هكا، كنطيبهم في بماري الفران درجه الحراره ديالو 100. غادي نطيبهم 45 دقيقه. بعد ما كيطيبوا كيخرجوا من الفران، ما قدتنيش ليهم 45 دقيقه، زدتهم 15 دقيقه حتى قلبتهم بواحد السكين خرج نقي وعاد زولتهم. كنخليوهم على الاقل ليله وحده يباتوا في الثلاجه، خصها على الاقل واحد 6 ساعات في الثلاجه حتى كيبردوا مزيان، عاد كنديروا لهم على وجههم السكر، من الاحسن السكر الاسمر، او الا ما كانش عندكم ديروا حتى السكر الابيض العادي. السكر هو اللي كيعطينا داك لا سيرفاس كروستيون من الفوق. وكنخدمو واحد الشاليمو باش كنحرقو السكر، اللي ما عندوش شاليمو كيمكن ليه يشعل غير الفران من الفوق، النار تكون من الفوق وندخلوهم حتى كيذوب السكر كنخرجوهم. صافي في الاخير تيجيو بحال هكا، كنخليوهم حتى كيبردو مزيان، داك السطح ديالهم كيولي قاصح شي شويه لذيذ جدا. هاد الديسير هذا نتمنى انكم تجربوه. الى عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي مالح حلو، ليتو في لاباج فيسبوك مالح حلو، وبالصحه وراحه.